طيب الستيب اللي بعد كده اللي هي الايفالويتنج اكزام، وده اول امتحان بقى موجود تبع البيبك اللي هي الفارماسي اكزامينيشن بورد اوف كندا تبعه. انا المفروض طبعا احنا قلنا قبل كده يا جماعه اثناء الدوكيمنت ايفالويشن انا كنت دخلت على موقع البيبك وقال لي انت عايز تعمل ايه عندنا، فقلت له اول حاجه الدوكيمنت ايفالويشن، وخدت مليت البيانات بتاعتي وبقى طبعت الابلكيشن وبعته خلاص وجبت الريزلت بتاعتي. بدخل مره تانية بقى على الموقع بتاع البيبك وبختار المره دي الايفالويتنج اكزام، بيجي يقول لي يا ريت الناشونال اي دي بتاعك ايه رقم كام والبيبك اي دي نمبر بتاعك كام. هما بيدوني كمان على فكره نمبر تاني، ما احنا قلنا من مده شويه بقى يا جماعه ان انا في كل حته تقريبا كده باخد نمبر. النمبر الاولاني اللي هو الناشونال اي دي نمبر اللي هو رقم القيد العام في نقابه الصيادله دوت، رقم البيبك اللي هو الرقم بتاعي في لجنه الامتحانات الخاصه بالبورد الكندي. دخلت في الموقع الخاص بالبيبك بيقول لي والله انت عايز تعمل ايه معانا النهارده، فالمفروض ان انا بختار الايفالويتنج اكزام. الايفالويتنج اكزام عشان نكون عارفين يا جماعه هو عباره عن ايه، عباره عن امتحان MCQs على يومين. اليوم الاولاني فيه 150 سؤال MCQs، اليوم الثاني فيه برضه 150 سؤال MCQs، ولا المفروض اصلا بيبقى كمبيوتر بيزد عشان نبقى عارفين برضه يا جماعه. المفروض ان انا بدفع $665 كندي بالفيزا بتاعتي وبسجل الامتحان دوت، واثناء ما هو ما انا مسجلت فبيجي يقول لي اه والله انت عشان تبقى عارف الكورس سيلابس المفروض فيه مواد انت درستها اصلا في كليه صيدله قبل كده وهنقول عليها دلوقتي. يعني هو ايه الكورس سيلابس مينلي الخاص بالايفالويتنج اكزام؟ هي حاجات احنا درسناها اصلا في مصر، وده كمبيوتر بيزد تيست اكزام. بيبقى موجود عندي بايوميديكال ساينسز زي مثلا على سبيل المثال البايوكيمستري، زي الفسيولوجي، زي الهيستولوجي، زي الاناتومي، زي الباثولوجي، حاجات اللي احنا درسناها في كلية صيدلة عندنا هنا في مصر. كمان موجود عندنا pharmaceutical sciences زي pharmaceutics، زي pharmaceutical chemistry، زي pharmacology، زي pharmaceutical microbiology، زي natural products chemistry، حاجات اللي احنا درسناها في مصر هنا. طبعا عشان نكون عارفين برضو جماعة pharmaceutical chemistry ما بيجيش اي structure في الامتحانات خالص، هو مجرد عشان عارفين وما نخافش الامتحان مجرد قشور للحاجات اللي احنا درسناها في الكلية عندنا، يعني مجرد معلومات عامة عن الفارماسيوتيكال كيمستري، مجرد معلومات عامة عن البايو كيمستري، مجرد معلومات عامة عن الميكروبيولوجي. المفروض موجود عندي كمان فارماسي براكس، المفروض موجود عندي حاجة اسمها بيهيفيرال ساينسز اللي هو السايكولوجي والسوشيولوجي، الحاجات اللي احنا كنا بندرسها بقى علم النفس والحاجات اللي احنا خدناها قبل كده في الكلية يعني. طبعا الكلام دوت على فكرة موجود معانا في على الفلاشة، كل الكتب اللي انا محتاجها، كل المراجعات المختصرة اللي أنا محتاجها، ده مش كده كمان ده موجود عندي امتحانات وحلولها بالنسبة للإيفالويتنج إكزام، موجود فيه كتاب كمان كمجرد ريفيجن، ريفيجن إزاي تجهز نفسك للامتحان، فده كفاية أوي إن أنا ممكن أقراه وأدخل بيه الامتحان يا جماعة، عبارة عن مجرد شورت نوتس كده عن كل حاجة، عن كل الساينسز اللي داخلة في الامتحان، فأنا مجرد بقراها وممكن بدخل الامتحان بيها. هو الامتحان على فكره النتيجه بتاعته من 60%، لو جبت 60% بيكتب لي باس، سواء انت جبت انا جبت 60% وانت جبت 99% احنا الاثنين باس او نجح خلاص، مفيش تقديرات اصلا يا جماعه عشان نبقى عارفين في الايفالويتنج تيست او في الايفالويتنج اكزام اللي موجود عندنا. فيعني ناخد الموضوع ان شاء الله كده مفيش علينا ستريس وسهل جدا ان انا انجح في الايفالويتنج اكزام بسهوله وبسرعه كمان، ان انا ممكن براجع بسرعه. عندنا على الفلاشه كل انواع الريفرنسز اللي انا ممكن استخدمها، انا بفضل انا ان انا استخدم حاجه شورت كده ويعني بريف خلاص، والله انا هذاكر الامتحانات والحلول بتاعتها، ممكن اذاكر من حاجه اسمها كومبريهنسيف فارماسي ريفيو، ده بمراجعه على كل علوم الصيدله اللي انا خدتها وده كفايه قوي بالنسبه للامتحان. ممكن في كتاب كده خاص عن الايفالويتنج اكزام، ده انا ممكن بقراه وادخل بيه برده يا جماعه، مجرد عمليه شورت نوتس واكزامبلز او مودلز الامتحان وحلولها كفايه قوي عليا كده.
وكفاية الامتحان كده يعني. انا عملت الايفاليويتنج اكزام خلاص. المفروض ان هو الايفاليويتنج اكزام يا اما عشان نكون عارفين يا جماعه بيتعمل في كندا يا اما بيتعمل في لندن. بقدم على الامتحان زي ما قلنا لمده شويه وببعت لهم وببعت الفيز بتاعي، وبعد كده بيجي يقول لي والله الامتحان بتاعك هيبقى يوم كذا ويوم كذا، هو على يومين. فجهز نفسك، جهز نفسك. المفروض ان انا الحاجه الاولانيه لو كان معايا الاديوكيشنال كريدنشال اسيسمنت ومعايا الريزلت اللي هما كانوا باعتينها لي من البيبك، انا ممكن باخدها واروح بيها السفاره الكنديه واخد بيها تاشيره فيزا زياره او اي حاجه، او ممكن بروح كندا يعني، يا اما بروح كندا يا اما بروح لندن. ممكن باخد بيها تاشيره بسهوله جدا واسافر اعمل الايفاليوتنج اكزام وارجع مره تانية. في برضو عشان نبقى عارفين هنا خطوه يا جماعه في الايفاليوتنج اكزام، انا بعد ما خدت الايفاليوتنج اكزام وبعتوا لي الريزلت بتاعتي، انا ممكن في الحاله ديت اقدم على اسيستنت فارماسيست في كندا عشان نكون عارفين. بس يعني انا خدت الايفاليوتنج اكزام الريزلت بتاعه وان انا باس، ممكن بدور على موقع جوجل بكتب اسيستنت فارماسيست جوبس كندا، هيجي لي على الاقل حوالي 400 500 وظيفه. ممكن اراسل الناس ديت ويقولوا لي اه والله مرحب بيك، بس المرتب بيبقى من حوالي 2000 ل 3000 دولار في الشهر. يعني مرتب الصيدلي طبعا من 6 ل 10 عشان نبقى عارفين يعني. فممكن اسافر انا كاسيستنت فارماسيست لو انا مستعجل وعايز اسافر. وبرضو يعني هو الموضوع مش موضوع مرتبات قوي برضو يا جماعه عشان نبقى عارفين يعني. انا بستفيد اول ما باخد بيرمننت ريزيدنسي بستفيد بالخدمات اللي موجوده هناك كلها. احنا قلنا قبل كده بستفيد بمدارس ببلاش، هيلث انشورنس ببلاش، بستفيد بجناين وباركس ببلاش، بستفيد بسويمنج بولز ببلاش، حاجات كتير قوي ممكن استفيد بيها في كندا يعني بتعوضني عن المرتب شويه. خدت الايفالويتنج اكزام وقال لي باس خلاص وانت نجحت، ممكن بقى في الحاله ديت ان انا بدخل على الاستيب اللي بعد كده اللي هي الكواليفاينج اكزام، وهنكملها المره الجايه ان شاء الله.